للحديث عن أولى ملفات النقاش أو الشق الأول من النقاش ومخرجات اجتماع مجلس الوزراء في شقه المتعلق باستيراد وتصنيع السيارات، معي عبر الهاتف الدكتور علي الأطرش الخبير في العلاقات الاقتصادية الدولية. أهلا بك دكتور. أهلا بك سيدي الكريم. أهلا. إذن رئيس الجمهورية يأمر بإصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة في آجال أقصاها أسبوع، في رأيكم ما هي أهم النقاط التي سيحتويها دفتر الشروط الجديد؟ نعم سيدي الكريم، عندما نتكلم على دفتر شروط هو دفتر به حقوق والتزامات، هذه الحقوق والتزامات تقع على عاتق الدولة وعلى عاتق المستورد كذلك، لكن الحكومة في النهاية سوف تنظر بالشعب كمستهلك بالدرجة الأولى قبل أن تنظر إلى المستورد كمتعامل اقتصادي، لأنه في الحقيقة لدينا فقاعة الأثمان المرتفعة جدا للسيارات والغير معقولة، وعندنا تعطش كبير جدا للشعب الجزائري منذ 4 سنوات لربما لا توجد لا سيارات ولا قطع ولا استيراد للقطع الغيار. إذا وبالتالي أهم النقاط اللي ممكن نجدها في هذا الدفتر هي أولا وجود الشفافية، معنى لا توجد أشياء موازية لا من حيث الكمية المستوردة ولا من حيث النوعية، فرضا في النوعية يحدد لكل وكيل بعض العلامات، علامتين أو 3، مهم تكون علامات محددة. ثانيا هناك حذف نظام الحصص، معنى ليس بالضرورة أن تقول مثلا كل متعامل عندك حصة كذا أو حصة كذا، وبالتالي هذا يعطي أريحية للمتعامل، تصبح علاقة معادلة يعني بيع وشراء. كذلك عندما نتكلم على الشركات التي سوف تصنع في الجزائر سوف يسمح لها باستيراد المركبات في الفترة التي لا تدخل فيها مدة البيع، نفرض أنها فترة الصناعة، نفرض أن عندها 8 أشهر لكل شركة باش تبدأ في الإنتاج النهائي، إذا في تلك الفترة يسمح لها كذلك عن طريق دفتر شروط اللي بإمكان الجزائر أن تدخل في شراكة معها 51-49 لاستيراد نفس العلامة من الخارج. أكثر من ذلك، من بين أهم النقاط هي نقطة قطع الغيار، يعني ضمان وجود قطع الغيار، والشيء الجديد يعني كمستجد هو ضمان ما بعد البيع، بمعنى مثلا لو فرضا أن المستهلك أخذ سيارة مثلا كان بها عطب معين، مفروض على المتعامل أن يكون لديه احتياط من السيارات 20-30-4 سيارة كاحتياط، يعطيه السيارة يستعملها كسيارة مستعملة إلى حين تصليح السيارة إذا أخذت يوم معين. فقط سيدي كريم، هنا يجب أن نعي أن الحكومة وهي تنظر بهذه النظرة يجب أن تعي أن المتعامل الاقتصادي يهدف إلى الربح، وبالتالي هناك مجموعة من النقاط تدخل في تكلفة السيارة، عندما نتكلموا على التيفيا، عندما نتكلموا على الجمركة، عندما نتكلموا على لاكاز نوس لأنه هو يعد من غير الأجرة، عندما نتكلموا على ضمان العمال الموجودين عنده على مستوى لاكناس، عندما نتكلموا على الضرائب على الدخل لهذه الشركات، إذا هذه كامل سوف تدخل في التكاليف، إذا وبالتالي الحكومة كل ما خففت من بعض الرسوم كل ما ساعدت القدرة الشرائية للمواطن على اقتناء هذه المركبات. طيب جاء أيضا في مخرجات اجتماع مجلس الوزراء في شقه المتعلق باستيراد السيارات وأيضا إصدار دفتر الشروط لنشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، جاء الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة والتوجه أيضا نحو صناعة حقيقية. سؤال مطروح، ماذا يعني بالضبط الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين وبين نشاط الشركات المصنعة؟ بارك الله فيك، هذا سؤال ممتاز. عندما نتكلموا على الفصل القبلي نتكلموا انه ما كانش وساطه، لان الوساطه نحن نلاحظ لربما في اغلب المعادلات البيع التي تحدث في الجزائر عندما نتكلموا على مصدر البيع وبعد ذلك نوصل الى اخر مستهلك نجد ان اثمان ارتفاعات كبيره جدا لكثره الوسطاء. نتكلم على اضحيه العيد، عندما نتكلموا مع المستثمر الفلاح ومع ثمن البيع الحقيقي في السوق نجد فارق كبير لوجود وسطاء. اذا الدوله تريد ان تجمد السوق الموازيه في هذا الامر، بمعنى انه الوكيل المعتمد لشراء السيارات يقوم هو فقط باستيراد السيارات من نفسه، بمعنى اذا كان الشركه الاجنبيه في الفتره اللي ما تدخلش قبل ما تدخل في التصنيع اذا استوردت سيارات سوف تبيعها مباشره للمستهلك، اذا هنا لا يمكن لوكيل السيارات ان يدخل كحلقه في الوسط. والشيء الثاني انه شيء ايجابي جدا وانه حتى هذه الشركات الاجنبيه بعد عمليه التصنيع لا يدخل الوكيل في الوسط،
يعني كحلقة وسط، معناه يشتري من عندها ويعيد البيع، وهذا كذلك شيء إيجابي، على الأقل أثمان تكون من المصنع وتكون كاين نقاط بيع على مستوى المصانع، تكون أو تتعامل مع المصانع مباشرة، معناه لا يكون هناك وسيط. إذن وفي كلا الحالتين نتفادى أن الأثمان ترتفع. جميل. في نقطة أيضا جد مهمة دكتور فيما يتعلق بترخيص بيع السيارات المستوردة، ركز اجتماع مجلس الوزراء على عدم الترخيص لبيع السيارات المستوردة للخارج، أي إعادة تصديرها، فما تأثير ذلك على الجانب الاقتصادي؟ نعم، بارك الله فيك سيدي كريم. يعني هنا أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى وهي على المستوى العالمي وعلى المستوى الدولي، السيارات عرفت ارتفاعا حقيقيا لسببين. أولا السبب الأول لارتفاع أسعار تكلفة النقل، لارتفاع أسعار الوقود. ثانيا والسبب الثاني هو إشكالية الرقائق الإلكترونية. معامل كبيرة جدا في صناعة الرقائق الإلكترونية الخاصة بالكثير من قطع الغيار التي تدخل في صناعة السيارات موجودة بأوكرانيا، وقد تدمرت الحرب الأوكرانية، وبالتالي الكثير من الدول الأوروبية أصبحت تستورد تلك الرقائق من بلدان أخرى مثل تايوان مثل أمريكا، وبالتالي بتكلفة أكبر، وهذه التكلفة سوف انعكست على تكلفة السيارات. حتى لاحظنا أن حتى السيارات المستعملة في أوروبا ارتفعت أثمانها، وبالتالي أقول أن هذه المعادلة حقيقة حاليا لا يمكن أن نتكهن بوجودها، معنى أنك تستورد سيارة من الخارج بتكلفة جمركة وبالتيفيا وبكل تكاليف، إذا عاودت بعتها سوف تكلف كذلك جمركة جديدة، وبالتالي أقول حاليا هذه المعادلة غير ممكنة. لكن المشرع الجزائري أو الحكومة وضعتها كاحتياط، واحتياط شيء جميل جدا. لماذا؟ لأنه إذا تعدى قانون القرض والقرض، قانون النقد والقرض، وأصبح لدينا مصارف، إذا ستصبح صرف العملة في السوق الموازية قريبة جدا من صرفها في البنوك. هذه من جهة. ومن جهة ثانية، إذا عرفت بعض دول العالم فقاعات اقتصادية مثل ما عرفت الجزائر، معنى أن السيارات عندها ارتفعت، إذن هنا ممكن المتعامل الاقتصادي يفكر أن جزء من تلك السيارات يبيعها لبعض الدول. إذن فاستباقا واحترازا الحكومة لديها هو يعني قد أصابت في ذلك. أما حاليا فالظرف لا يمكن أن نقول أنه بإمكان أن الشخص متعامل يستورد ويعود وينجح ويعود يبيعها من جديد ويجني من ذلك أرباحا. طيب دكتور، ربما سؤال آخر فقط حتى نختم هذا النقاش وفي عجالة. اليوم رئيس الجمهورية وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمر بإصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، وأيضا تحدث في ذات السياق حول التوجه إلى صناعة حقيقية للسيارات. هذا مع ذاك ربما يمكن خلق توازن في الجانب توفير المركبات داخل الوطن، لكن على المستوى البعيد أو على المدى البعيد، هل الجزائر ستستمر في استيراد السيارات وتصنيعها في آن واحد؟ أكيد هي عملية الاستيراد فقط لامتصاص الفقاعة، لكن عملية الاستيراد أنا يمكن أن أقول أن ممكن تمتد إلى سنوات، بمعنى حتى تصبح الجزائر دولة مصنعة، حتى يصبح لديها اكتفاء ذاتي. عندما يصبح لديك اكتفاء ذاتي أنا تبقى نتعامل فقط مع المصانع وممكن توجه إلى التصدير. لكن سيدي كريم، في هذه النقطة فقط أنا أتمنى من الحكومة أن تركز على نقطتين، أن تركز في على الوقود المستهلك، وتركز على الاستراتيجية المستقبلية في الصناعة بحد ذاتها. هناك استراتيجية لصناعة السيارات الكهربائية يجب أن لا تتغاضى الطرف عنها، يعني كاستراتيجية مستقبلية، هذا أولا. وثانيا تركز كذلك سيدي كريم على استهلاك الغاز مكان الوقود، مكان البنزين والديزل. إذن وبالتالي بإمكانها أنها تشجع مصانع السيارات التي سوف تصنع في الجزائر على أن تحدث تعديل في محركات السيارات لتتعامل بالبنزين والغاز معا. وكذلك يمكن أن نشجع المستثمرين أو المتعاملين الاقتصاديين أنهم يستوردوا السيارات ليكون فيها ذلك التعديل على الغاز. إذن وبالتالي في سؤال في إجابة في بعض ثواني، أن عملية الاستيراد مرهونة بمدى تشبع السوق. إذا وصلت لحالة تشبع تبقى فقط تعتمد على التصنيع وعلى التصدير. والتصنيع سيدي كريم عنده نقطة إيجابية كبيرة جدا على مستوى العمالة، لأنه سيخلق لنا مئات من المصانع التي تصنع قطع الغيار، وسوف يخلق المئات من المؤسسات الخدماتية بالموازاة. طيب شكرا جزيلا لك دكتور علي الأطرش، خبير في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.